جمهورنا العزيز في المغرب، الحركة بركة. أنا يعني اليوم في الغابة بمشي، الإنسان بيشوف مناطق غير مأهولة، مناطق إلى حد ما موحشة، رغم أنه في خضار وفي شجر لكنها موحشة. كم تشبه هذه الطريق الحياة؟ حياتنا مرات بتحس أنها موحشة، لكن أفضل شيء أنك تضلك تمشي. لو أنك أنت علقت في غابة ومن ثم جلست في مكانك ولم تتحرك، ما الذي سيتغير في حياتك؟ لذلك جزء من زيارتي للمغرب هو فائدة لي أنا شخصيا، بأني أنا يجب أن أتحرك، وأنا مليء بالشوق أني أنا أروح وأتعلم وأشوف هذه الثقافة الجميلة، الثقافة المغربية، وبنفس الوقت أني ألتقي بمن يجمعهم معي حبهم لأنهم يتحركوا في الحياة. في المغرب في الدار البيضاء يوم 8 و9 أكتوبر، وفي أكادير إن شاء الله في يوم 15 الشهر، سنتكلم على أمور مهمة جدا. القضية الأساسية هي الحركة، ولا زلت أذكر ذلك الحديث اللي كلياتنا يمكن حافظينه، لذلك الرجل الذي قتل 99 نفسا وذهب ليبحث عن الرحمة وقالوا له أنها في قرية أخرى، وعندما مات في منتصف الطريق حسبت الملائكة خطواته ثم أدخل الجنة. نحن طبعا لا نقارن، فالموضوع هنا ليس موضوع أنك أنت ستأتي لتحصل على حسنات، ولكن طالب العلم هو دائما في رحمة الله، ونحن كلياتنا طالبين علم، أنا وأنتم. دعونا نلتقي، دعونا نتكلم، سأتكلم معكم بواقعية، لست هنا لأحفزكم، لست هنا لأتكلم عن الإيجابية أو السلبية، أنا موجود فقط لأشارككم رأيي في كيف تعيش الحياة بواقعية. في انتظاركم، كل روابط التسجيل موجودة في أعلى الفيديو بالفيسبوك، وإذا كنت بتتابعنا في التيك توك أو بتتابعنا في الإنستغرام أو اليوتيوب، فكل تفاصيل التسجيل في أسفل الفيديو بأرقام تليفونات واتساب، ويمكنك أيضا أنك أنت تحضر هذه الدورة مسجلة وتبقى معك للأبد عن طريق الأونلاين. عايش في أمريكا، أستراليا، في دبي، في الكويت، ممكن تحصل وتكون معنا لايف خلال التجربة نفسها، ومن ثم تحصل على نسختك المسجلة، أكثر من 16 ساعة من العلم ومشاركة العلم ومشاركة قصص الناس والحديث على أمور ستغير من طريقة تفكيرك.